بحث رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع مع نائب الرئيس التنفيذي لجمعية مالك السفن الكورية الجنوبية تشانغ هو يانغ، بحث معه سبل تعزيز التعاون المستقبلي، ذلك عبر تقنيات الفيديو كونفرنس. كما شهد اللقاء مناقشة تداعيات الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر على حركة التجارة العالمية والتشاور حول مستقبل سياسات إبحار السفن التابعة للجمعية الكورية الجنوبية عبر قناة السويس. وخلال الاجتماع أكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس مستمرة في تقديم كافة خدماتها الملاحية والبحرية للسفن العابرة، مع استحداث خدمات جديدة لم تكن متاحة من قبل لتلبية متطلبات التعامل مع حالات الطوارئ المحتملة، من بينها خدمات الإنقاذ البحري والإصلاح والصيانة والإسعاف البحري. وإلى أسواق البترول العالمية، حيث هبطت أسعار النفط قليلا لتتراجع من أعلى مستوى لها في عدة أشهر والذي بلغته خلال الجلسة السابقة، وسط اتجاه ما بين المستثمرين لجني الأرباح مع توخي الحذر حيال الطلب رغم انخفاض مخزونات الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. هبطت العقود الأجلة لخام برنت ارتفاعا طفيفا بنسبة بلغت 0.48% مسجلة 86 دولار 92 سنتا للبرميل، فيما تراجعت العقود الأجل الخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 0.58% مسجلة 83 دولار 39 سنتا للبرميل، فيما وصلت أيضا التراجعات لتطال أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 0.66% مسجلة دولارين 62 سنتا للتر، فيما انخفضت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 1.82% مسجلة دولارين 2.37 سنتا، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ارتفعت أسعار أو معظم أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج بنهاية التعاملات بعدما رفعت بيانات ضعيفة من سوق العمل الأمريكية توقعات المستثمرين بأن أسعار الفائدة ستنخفض في وقت لاحق من العام. زاد المؤشر السعودي بنسبة بلغت 0.2% ليتجه إلى إنهاء 4 جلسات من الخسائر، فيما صعد مؤشر دبي بنسبة بلغت 0.1%، ارتفع أيضا المؤشر القطري بنسبة بلغت 0.2%، فيما انخفض مؤشر أبوظبي بنسبة بلغت 0.2%. وإلى الأسهم الأوروبية التي ارتفعت بفضل التفاؤل بأن البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة بعد بيانات أمريكية ضعيفة، كما شهدت السوق في لندن صعودا مع بدء الانتخابات في بريطانيا. أيضا توقع استطلاعات الرأي فوز تاريخي لحزب العمال المعارض. زاد المؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة بلغت 0.3%، فيما تصدر قطاع البنوك المكاسب. ربحت أسهم الشركات الخاصة بالسيارات بنسبة بلغت 0.8%، فيما صعد المؤشر فاينانشال تايمز البريطاني بنسبة بلغت 0.5% في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق لمعرفة حجم الأغلبية التي قد يحصل عليها حزب العمال البريطانية. فرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية قد تصل إلى 38%، وذلك على السيارات الكهربية الصينية المستوردة قبل قرار نهائي في نوفمبر، بحسب ما أعلنت المفوضية الأوروبية، متهمة بكين بأنها دعمت وبشكل غير قانوني مصنعي هذه الآليات. سيبدأ تطبيق هذا الرسوم أو هذه الرسوم الجديدة التي تضاف إلى أخرى بنسبة بلغت 10% مطبقة أصلا على السيارات الصينية، وأمام المفوضية مهلة 4 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستفرض هذه الرسوم الجديدة بشكل نهائي، ما يترك الباب مفتوحا أمام حوار محتمل مع بكين.
تراجعت الطلبيات الصناعية الألمانية على غير المتوقع في مايو، وهو الانخفاض الخامس على التوالي، مما يزيد من المؤشرات على أن قطاع الصناعة في أكبر اقتصاد أوروبي لن يتعافى في الأشهر المقبلة. كشف مكتب الإحصاءات الألمانية على أن الطلبيات الصناعية تراجعت على نحو غير متوقع في مايو بنسبة بلغت 1.6%، وذلك مقارنة بالشهر السابق على أساس التعديل في ضوء عوامل موسمية وأيضا عوامل التقويمة. كان استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين قد توقع زيادة قدرها 0.5%. مشاهدينا، نهاية هذه الوقفة الاقتصادية، عودة مجددا إلى أدوادينا، فإليكما.